من كان على منهج السلف فهو الفرقة الناجية، من كان عليه حقيقة لا انتسابا فقط وإنما حقيقة تبعوهم بإحسان. نعم، لأن في من يدعي أنه على مذهب السلف وهو ليس على مذهب السلف، إما لأنه يجهل مذهب السلف وإما لأنه يخالفه عن تعمد. فيه من يعمل هذا. كم تعرفون أن الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، إذا قيل أهل السنة قالوا هذا الأشاعرة، وما هم أهل السنة، خالفون لأهل السنة. كل يدعي، لكن الحقيقة والذين اتبعوهم بإحسان، خذ هذا القيد معك وتعرف من هو الذي على مذهب السلف والذي هو متبع للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. إن كان بإحسان فهو صحيح، أما إن كان أنه ما هو بإحسان فهو غير صحيح. نعم، هتأخذ الدعوة مجردة فقط، لابد من الحقيقة. الآن خوارج العصر اللي يقتلون الناس ويفجرون يقولون حنا على مذهب السلف وهذا الجهاد في سبيل الله، هذا ما اتبعوهم بإحسان. نعم.